احتفلت مدينة بيت صحور في فلسطين بانطلاق مسيرة سوق حكاية وشعلة تذكار بحضور المطران عطلة حنا رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس وعدد من الكهنة وحشد كبير من المؤمنين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. سوق حكاية وشعلة تذكار. من هنا بدأت الحكاية من مدينة الرعاة، مدينة المحبة والسلام، مدينة انطلق منها رسالة الميلاد. من هنا انطلق مهرجان سوق حكاية وشعلة تذكار للسنة الثانية على التوالي. بدأ الاحتفال بمسيرة انطلقت من أمام مبنى البلدية في بيت صحور بحضور سيادة المطران عطلة حنا رئيس أساقفة سباستيا للروم الأرثوذكس ومعالي وزير الثقافة الفلسطينية الدكتور عاطف أبو سيف وعطوفة محافظ محافظة بيت لحم كامل حميد ورئيس بلدية مدينة الرعاة جهاد خير والكهنة الأجلاء والمسؤولين ورؤساء البلديات وأعضاء المجلس البلدي وممثلي المؤسسات والوفود وأهالي المحافظة والمدينة. بفرح عميق تم قص شريط الافتتاح عند مدخل السوق والسير في أزقة وشوارع بيت صحور القديمة برفقة فرقة مزمار للفنون الشعبية وصولاً لساحة بئر السيدة العذراء، حيث تم البدء بمراسم افتتاح المهرجان وإلقاء كلمات ترحيبية وإنارة شعلة الانطلاق. لقاؤنا اليوم في بيت صحور هو لقاء المحبة والأخوة والانتماء لهذه الأرض ولهذه البقعة المباركة من العالم التي فيها تجسدت محبة الله للبشر. نلتقي في بيت صحور في رحاب بقعة مباركة منها انطلقت رسالة الميلاد، ورسالة الميلاد دوما هي رسالة سلام ومحبة وأخوة، وهذا ما احتفلنا به في هذا المساء. هذا المهرجان إنما هو تعبير عن عراقة حضورنا وتاريخنا وتراثنا، وتأكيد على أن المسيحيين في هذه الديار متمسكين بتاريخهم، متمسكين بعراقة وجودهم. فلسطين بالنسبة إلينا هي أرض الميلاد، هي أرض الفداء والقداسة، واجتماعنا اليوم هو للتأكيد على عراقة هذه الأرض وقدسية هذه الأرض التي نحيا فيها بأجسادنا، ولكنها ساكنة في قلوبنا وفي عقولنا وفي ضمائرنا. تحتفل اليوم مدينة بيت صاحور وبوجود كل الشخصيات الاعتبارية وعلى رأسها معالي الوزير الدكتور عاطف أبو سيف وعطوفة المحافظ وسيادة المطران عطلة حنا ورؤساء البلديات والشخصيات الاعتبارية ورجال الدين وكل أهالي مدينة بيت صاحور هنا في ساحة بئر السيدة العذراء في هذا المكان المقدس في قلب المدينة المقدسة وفي قلب مركز مدينة بيت صاحور، مدينة العصيان المدني. هذه المدينة صاحبة التاريخ النضالي وصاحبة الثقافة والحضارة وأصل الحكاية، ومهرجان سوق حكاية لهذا العام جاء أيضا ليحيي كما أحيا في السنة الماضية، جاء ليحيي في هذه السنة أزقة البلدة القديمة وأروقتها وكل زواياها، وأيضا جاء بالتزامن مع مؤتمر ICCN وهو مؤتمر التعاون الثقافة الدولي على مستوى العالم، وبصفتنا نائب رئيس لهذه الشبكة، وهذا أيضا فخر واعتزاز لمدينة بيت صاحور ولكل شعبنا الفلسطيني. وأيضا انتخبنا في العام المقبل لكي نكون رئيسا لشبكة ICCN كتشير بيرسون للشبكة وللمؤتمر في العام القادم الذي سيعقد في دولة كوريا الجنوبية. فهذا ما يميز هذا المهرجان، ما يميز هذا المهرجان هو الوجود العظيم والجمهور العظيم الذي حضر هذا المهرجان لإحياء البلدة القديمة، لعرض الصناعات الحرفية، لتذكير الناس بالحكاية الأصلية، بالمأكولات الشعبية، بالأزياء الشعبية، بالرقص الشعبي، وبكل أصل الرواية وأصل البشارة في هذه المدينة المقدسة، وهي عندما بشر الملاك
الرعاة بميلاد سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح له المجد. فأهلا وسهلا بالجميع وكل الاحترام لمن حضر، ورسالتنا أن نحافظ كشعب فلسطيني على صمودنا وتراثنا وحضارتنا التي هي أصل كل الحضارات، شاء من شاء وأبى من أبى. وإن شاء الله السنة الجاي أيضا سنحتفل في هذا المهرجان، وسيكون عنوانه تحرير القدس عاصمة دولة فلسطين العربية المسيحية الإسلامية، شاء من شاء وأبى من أبى. تخلل المهرجان عروض فنية رائعة وأكشاك وأجنحة متعددة، فكانت كل زاوية لها قصة وحكاية وعروض مميزة، مأكولات تقليدية فلسطينية. واشتمل المهرجان الذي استمر لمدة 3 أيام متتالية خيمة تصوير ورسم على وجوه الأطفال ومعرضا للكتاب والعديد من الفقرات الثقافية والترفيهية التي نالت إعجاب الحاضرين، وعكست أصالة وحضارة وتاريخ مدينة بيت سحور. برحب فيكم في سوق حكاية رقم 2 لهذا العام. سوق طبعا الهدف الأساسي منه إحياء البلدة القديمة في بيت سحور. الجديد في مهرجاننا السنة هو تكبير مساحة السوق لاستيعاب المزيد من الفعاليات والأسواق الحرفية والطعام التقليدي. الجديد فيه كان في أول يوم اللي هو الأوبريت، في 7 دقائق أجملنا تاريخ بيت سحور الديني والسياسي، وكان الأوبريت غنائي راقص وشارك فيه نخبة من فنانين بيت سحور، كلمات شاعر أمان الله عايش وتوزيع مايسترو يعقوب الأطرش دلحين تامر السحوري، واشترك فيه العديد من الفرق. أيضا السنة سلطنا الأضواء على فترة الثمانينات بمعنى الدبكة في فترة الانتفاضة، المغنيين مغنيين الزمن الجميل اللي كانوا بهاي الفترة. احنا في آخر يوم الآن وبنقدر نقول إنه الحمد لله بتوفيق من ربنا صار في نجاح كبير للسوق، ونأمل تكراره إن شاء الله السنة الجاي. شكرا. هالمهرجان اللي بيدعم التراث بيدعم الأزقة والمحلات الموجودة في داخل أزقة بيت سحور. إن شاء الله بيكون المهرجان مثمر، وإن شاء الله بنتعرف على هالشوارع اللي موجودة في بلادنا والشوارع الحلوة بصراحة بأهلها وناسها. وبشرفني وبسعدني أني أكون موجود اليوم، وإن شاء الله بيكون المهرجان حلو بالحضور الحلو وبدعم ومحبة الناس. سوق حكاية للسنة الثانية على التوالي، وأنا من المشاركين في سوق حكاية مع بلدية بيت سحور. وسوق حكاية وجد هذه السنة الثانية لإحياء التراث السحوري والفلسطيني في بيت سحور، وكمان كل مؤسسات وجمعيات بيت سحور عم بتشارك في هذا السوق ولإحياء هذا التراث، لإحياء الجمعيات السحورية، لإحياء التراث السحوري، حتى نعيد كمان البلدة القديمة زي ما أنتم شايفين، نعيد تراثها. نعم ممكن يكون سوق شامل فلسطين، هو ليس فقط محلي، كمان ما تنسوا أنه في عندنا 22 دولة أوروبية مشاركة زي جمعية ICCN، واحنا امبارح اعلن رئيس بلديه بيت سحور مشاركته او عضويته ورئاسته لهذه الجمعيه، لانه كمان من كل دول العالم، ونحن كثير بنرحب في اي دوله او اي جهه فلسطينيه او مدينه فلسطينيه بتحب تشارك، فاهلا وسهلا. فاحنا بيت لحم بيت جالة بيت سحور، فاحنا بنكون بلد وحده، وزي ما حكينا نحن بوابه سياحيه لكل فلسطين. وها هو المهرجان الثاني لسوق حكاية وشعلة تذكار الذي يجسد عراقة وتاريخ المدينة
من خلال كل مواطن لديه الانتماء والحب الصادق لتراب وطنه. للسنة الثانية على التوالي تحتفل مدينة الرعوات بيت صحور بسوق حكاية الذي يمثل إحياء التراث والأزقة القديمة بشوارع وأزقة مدينة الرعوات بيت صحور. للنورسات مارلين الحدوى من أمام بئر السيدة العذراء بيت صحور.